السلام عليكم. هنبدأ نكمل النهارده الشابتر 8، بس في الأول في كم مسألة كده هنعملهم، لو موجودين في الوقت ما خدناش زيهم هنقولهم، والمسائل دي تتنقل في منظمة الدرس. المسائل الاثنين دول مسألتين يتنقلوا في منظمة الدرس. مسألة زي دي كده، بيقول عندنا هنا بي ان جانكشن وليها اسم تاني الديود. بيقول في المسألة دي هات الريشيو بين الكرنت اللي خارج من البتري لما يكون البي ان جانكشن ده في الفورورد كونكشن، ولما اقلبه ويبقى في الباكورد كونكشن. عايز ريشيو الكرنت، عايز الكرنت في حالة الفورورد ديفايد الكرنت في حالة الباكورد، الريشيو تبقى كام؟ يبقى كمان مرة، في هنا بي ان جانكشن اللي اسمها الكتريفاير اللي اسمها دايود محطوطة بالشكل ده، عايزنا اجيب له الريشيو بين الكرنت اللي خارج من البتري مرتين، مره وهو البين جانكشن متوصل فورورد، ومره لما اقلبه ويتوصل باكورد. طيب هو الكونكشن ده على الوضع ده، هو البين جانكشن فورورد ولا باكورد؟ احنا عارفين الحته دي اسمها بي ودي اسمها ان. هو قايل في المساله ان الريزيستنس بتاعته ار. لو في مساله ما جابليش امتى الريزيستنس بتاعته بنعتبرها زيرو. لو في الفورورد دي بي ودي ان. عايز اعرف البي ان جانكشن في الحاله دي هو فورورد ولا باكورد؟ ابوست كده البوزيتيف تايب، البوزيتيف بول للبتري متوصل بالبوزيتيف تايب، ما دي اسمها بي، وبعدين النيجاتيف بول للبتري متوصل بالنيجاتيف بول. يبقى هو دلوقتي في حاله الفورورد، هو كده متوصل فورورد، هو كده متوصل فورورد، فورورد يبقى ريزيستنس قليله اللي هو مداني كوميت باور. تعالى نحسب الار فورورد هيبقى بكام. الاول عشان اجيب الاي توتال من شابتر 1 لازم اجيب الار توتال. الار والار دي بارلل يبقى التوتال بتاعهم هاف ار، والار والار دي بارلل يبقى التوتال بتاعهم هاف ار، الهاف ار والهاف ار سيريز يبقى التوتال ريزيستنس ار، التوتال ريزيستنس بتاعتنا ار، التوتال ريزيستنس ار، ويبقى الاي في حاله الفورورد، الاي اللي خارج من حاله الفورورد، الفي بتاعت البتري على ار، الفي بتاعت البتري على ار توتال، والار توتال بتساوي ار، يبقى في على ار، ده الاي في حاله الفورورد. الار والار دي بارلل يبقى هاف ار، الار والار دي بارلل يبقى هاف ار، هاف ار وهاف ار يبقى الار توتال بار، ويبقى الاي فورورد في على ار توتال يعني في على ار، ده الاي فورورد. طيب هنقلب البي ان جانكشن عشان نخليه باكورد، هقلبه هعكسه عشان يبقى باكورد. لما يبقى باكورد الريزستنس في الباكورد بيبقى كبيره جدا انفاينايت، في الباكورد الريزستنس بتبقى انفاينايت كبيره جدا انفاينايت، يبقى البرانش ده مش موجود، يبقى الحته دي مش موجوده خلاص. لما هقلب البي ان جانكشن واخليه باكورد يعني اخلي النقطه دي الفيرتكس هنا اهو والبيس دي الناحيه الثانيه، هيبقى متوصل باكورد، هيبقى البوزيتيف بول للباتري مع النيجاتيف والنيجاتيف مع البوزيتيف يبقى باكورد. في الباكورد ريزيستنس كبيره جدا، يعني كام؟ يعني انفاينايت. يبقى هنا مفيش كرنت ماشي، في الحته دي مفيش كرنت ماشي، الرسم هيطول لي الجهاز الشات. يبقى خلاص الحته اللي تحت دي اتحذفت، نبص كده على فوق ثاني ونرجع نبص اللي تحت ثاني، خلاص ما بقاش فيه دايود موجود. عشان الريزيستنس بتاعته انفاينايت. الار والار هاف ار. والار ديت يبقى 1.5 ار، يبقى الار توتال 1.5 ار، الار والار دي بلدي بيبقى ار على 2 هاف ار. سيريز مع الار دي يبقى الار توتال 1.5 ار. يبقى الاي في حاله الباكورد، الاي في حاله الباكورد، في على ار توتال، والار توتال ب 1.5 ار. فده الريشيو اي فورورد على اي باكورد، الاي فورورد من فوق كانت في على ار. كانت في على ار. الديفايد هقلبه تايمز واشقلب. الاي باكورد من تحت يبقى في على 1.5 ار، هشطب الفي مع الفي والار مع الار يبقى الريشيو 1.5، يعني الريشيو 3 على 2. نبص لها كويس. طيب بنكمل المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها اداني مسألة بالمنظر ده. بيقول لي برضه هات الكرنت مرتين، مره والبي ان جانكشن متوصل فورورد ومره هو متوصل باكورد، مره فورورد ومره باكورد، مره فورورد ومره باكورد. طب الكونكشن اللي قدامي ده فورورد ولا باكورد؟ طبعا ما ادانيش الريزيستنس بتاعته. لما ما ادانيش الريزيستنس بتاعته يبقى في الفورورد الريزيستنس زيرو، وفي الباكورد الريزيستنس انفاينايت. لما ما ادانيش الريزيستنس بتاعت البي ان جانكشن يبقى خلاص في الفورورد الريزيستنس زيرو وفي الباكورد انفاينايت بشيله. هنبص كده هنلاقي الحته دي البي ودي الان، الفيرتكس هي الان. الان اهي متوصله مع النيجاتيف بول،
يبقى البي اللي هي ناحيه البي متوصله اهي مع البوزيتيف بول، مع البوزيتيف بول، يبقى هو كده متوصل فورورد، متوصل فورورد، ما اداليش الريزيستنس بتاعته. هو طبعا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات الكرنت في امتى؟ لما يكون ايه اكبر من بي مره، ومره لما يكون ايه اصغر من بي، ومره لما يكون بوتنشال ايه اكبر من بي. يعني ايه بوزيتيف وبي نيجاتيف؟ يعني الباتري متوصله بالشكل ده. وبعدين المره الثانيه لما يبقى ايه اقل من بي، لما يبقى ايه بوتنشال ايه اقل من بوتنشال بي، يعني يبقى هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، يعني البطاريه هتتعكس. في النهايه هو كده متوصل فورورد، وعايزين نجيب قيمه الايه الاي توتال. هنقول خلاص فورورد ويبقى موصل كرنت، يبقى الريزيستنس هنا زيرو. هنجيب الار توتال، ال20 وال10 وال10 دول بارلل، التوتال بتاعهم سيريز مع ال6. هنحسب الاول الار داش، 1 على الار داش تبقى 1 على 20 بلس 1 على 10 بلس 1 على 10 واسقلبها تبقى الار داش ب4. يبقى دول كده التوتال بتاعهم 4، دول كده التوتال بتاعهم 4. ال4 سيريز مع ال6، ال4 سيريز مع ال6 يبقى الار توتال 4 بلس 6 يبقى 10 اوم. يبقى الاي في حاله الفورورد في على الار توتال. الفي هو ايه؟ ل 5. الفي هنا في معلش مش مكتوبه هنا، بس هي الفي 5 هتلاقيها في المجزاه في الشيت، مش الشيت الواجب، هتلاقيها مكتوبه الفي 5. والار توتال ب 10 يبقى 5 على 10 0.5 امبير. فهي بس الكتابه زحفت على كلمه الفي 5، الكتابه زحفت على كلمه الفي 5 0.5 امبير. ده في حاله الفورورد. هنبص كده، بص لها قبل ما اعمل الباكورد. لما بوتنشال ايه اكبر من بوتنشال بي، يبقى ايه هو البوزيتيف وبي هو النيجاتيف، ويبقى في الحاله دي الكونكشن فورورد. ما ادانيش الريزيستنس بتاعت البي ان جنكشن، يبقى الريزيستنس بتاعته زيرو. مع ال 10 زيرو، مع ال 10 يبقى البلانش ده كله الريزيستنس بتاعته زيرو بلس 10 يبقى 10 اوم. في حاله الباكورد، في حاله الباكورد اهو، في حاله الباكورد خلاص بقى، في حاله الباكورد يبقى البي ان جنكشن ده الريزيستنس بتاعته انفاينايت، يعني مش موجود. يبقى البلانش ده كله هيتشال، البرانش بتاع الاي 3 ده كله هيتشال، البرانش ده كله هيتشال، كل البرانش دوت هيتشال، البرانش ده كله هيتشال. هيبقى لي البرانش ال 10 اوم وال 20 اوم وال 6 اوم بس. الرسمه هتقول وتبقى بهذا الشكل. عايزين نجيب الاي توتال، عايزين نجيب الاي توتال. طبعا انا هنا عكست الباتري، عكسنا الباتري، ما هنا بوتنشال ايه اكبر من بوتنشال بي، يبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف. الحاله الثانيه البوتنشال ايه هو الاقل، يبقى البوتنشال ايه هو النيجاتيف وبوتنشال بي هو البوزيتيف. بقت سهله، ال 10 وال 20 دول بارلل، التوتال بتاعهم سيريز مع ال 6، التوتال سيريز مع ال 6، يبقى 10 في 20 على 10 بلس 20 هيطلع 6.66، ده الار داش. الار توتال تبقى 6.66 بلس ال 6 ديت، يبقى التوتال 12.66. واجيب الاي في حاله الباكورد في على الار توتال، يعني 5 اللي هي مش باينه في الرسمه بس هي 5 على الار توتال 12.66 يطلع 0.39 امبير. الفي بتاعت الباتري 5، الفي بتاعت الباتري 5. المسألتين دول موجودين في ايه؟ موجودين في الشيت الواجب. موجودين في الشيت الواجب اعتقد بيج 22. بيج 22 في الشيت الواجب. بقى حليناهم عشان كنا شغالين زيهم في الملزمه، بس هي لسه جديده. فنبقى ننقلهم في ملزمه الدرس، ننقلهم في ملزمه الدرس زي ما هم كده. وهم فين مصدرهم؟ في الشيت الواجب اعتقد بيج يا 21 يا 22، متهيألي 22. بيج 22 في الشيت الواجب، شيت الامور. خلاص بقى نخش على موضوعنا النهارده الترانزستور. ايه موضوع الترانزستور ده؟ الترانزستور عندنا بيبقى نوعين. في نوع اسمه ان بي ان، ونوع تاني اسمه بي ان بي. ممكن نكبر شويه. الترانزستور نوعين، في نوع اسمه بي ان بي ونوع اسمه ان بي ان. ترانزستور نوعين، ان بي ان وبي ان بي. ازاي يعني؟ هنشوف حالا دلوقتي. ازاي يعني؟ يعني الترانزستور بيبقى طبقتين نيجاتيف تايب between them they are positive type. الترانزستور بيبقى اثنين كريستال نيجاتيف تايب، between them كريستال positive type، طبقتين نيجاتيف تايب بينهم واحده positive type. الترانزستور ده بنسميه ان بي ان، ان بي ان. في ترانزستور تاني بيبقى طبقتين positive type، طبقتين positive type وبينهم واحده نيجاتيف تايب. طبقتين اثنين لاير اثنين كريستال بوزيتيف تايب بينهم واحده نيجاتيف تايب، ده بنسميه بي ان بي ترانزستور. يبقى ترانزستور نوعين، ان بي ان وبي ان بي. الترانزستور نوعين، ان بي ان وبي ان بي. الحته دي في الترانزستور بنسميها اميتر ودي بيز ودي كوليكتور.
اختصار emitter base collector. emitter base collector اللي على الاطراف emitter وكوليكتور واللي في الويست بيز. اللي على الاطراف emitter وكوليكتور واللي في الويست بيز. الترانزستور ممكن نسيبه بالشكل ده او له اختصار تاني رمزه بالشكل ده بنسيبه كده emitter base collector. emitter base collector. طب افرق ازاي؟ انا هنا شايف ان دي ان ودي بي ودي ان فبقول ده ترانزستور نوع ان بي ان. هنا شايف بي وان بي فبقول ده ترانزستور بي ان بي فانا شايف. طب هنا انا مش شايف اعرف النوع منين؟ من السهم ده. لما يبقى السهم كده خارج لبره يبقى ده ترانزستور نوع ان بي ان. لما يبقى السهم ده داخل لجوه يبقى ده نوعه بي ان بي. السهم خارج لبره خارج اهو لبره اهو نازل لبره نازل لتحت يبقى الترانزستور ده نوعه ان بي ان. لما يكون السهم اهو طالع وداخل على جوه يبقى الترانزستور ده نوعه بي ان بي. عشان بس الناس هتبقى مستعجله وعايز يعرف هو الترانزستور ده بنستخدمه في ايه؟ هنقول بعد شويه بنستخدمه في ايه؟ بالتفصيل بس مبدئيا. بنستخدمه كسويتش برضه زي البي ان جنريتور بنستخدمه كسويتش. وبنستخدمه في حاجه بقى مهمه جدا تكبير الصوت. يعني في كل جامع بتلاقي الميكروفون بتاع الجامع جواه ترانزستور بيكبر صوت خطيب الجامع بحيث صلاه الجمعه نسمعها واحنا قاعدين في الشارع. في المايك بتاع الميكروفون بتاع عمرو دياب واصاله والناس دي كلهم هم بيغنوا بيبقى الميكروفون ده جواه برضه ترانزستور. ترانزستور بيكبر الصوت بيقوي الصوت من غيره ما كناش هنسمع المطرب ما كناش هنسمع المطرب مش هيبقى فيهم اصوات. بيكبر الاصوات ازاي ده بيحصل علينا النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي بس عشان بس ما يبقاش اي حد مستغرب هو الترانزستور ده بنعمل بيه ايه. استخداماته هائله استخداماته هائله كسويتش وكامبليفاير كامبليفاير كامبليفاير للاوديو كامبليفاير للصوت بيكبر لنا الصوت بشكل فظيع جدا. واحد صوته مش طالع يروح ماسك الميكروفون يتكلم تلاقي صوته مجلجل الدنيا. يبقى الترانزستور نوعين يا اما ان بي ان يا اما بي ان بي. ممكن نرسمه كده وممكن نرسمه بالاسلوب الثاني ده ويبقى برضه دي emitter وبيز وكوليكتور. emitter وبيز وكوليكتور. emitter وبيز وكوليكتور. emitter وبيز وكوليكتور. لو هنستخدم الرمز الثاني في الرسم يبقى السهم لما يبقى خارج يبقى ده ترانزستور نوعه ان بي ان. لو السهم داخل يبقى ده ترانزستور نوعه بي ان بي. الاول هنبدا ناخد استنتاج قانون الترانزستور او الاوبريشن بتاع الترانزستور. استنتاج قانون او الاوبريشن بتاع الترانزستور. الاوبريشن بتاع الترانزستور واللي علينا مكرر ال ان بي ان. البي ان بي مش علينا غير الحته اللي ماشي فيه ده اللي علينا فيه. وان كان في الكتب الخارجيه سال سؤال فيه انا حاطه برضه في الايه في المنزله بعد شويه هنشوفه. يعني ترانزستور بي ان بي مش علينا اي حاجه له هو كل اللي علينا ال ان بي ان. طب هم ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم الرسم اهو ان ده طبقتين نيجاتيف بينهم واحده بوزيتيف وده طبقتين بوزيتيف وبينهم واحده نيجاتيف. والفرق الثاني بينهم ان هم ما فيش فرق بينهم خالص في اي سلك كهرباء. ممكن تشيل ده وتحط ده بس هتعكس حاجه معينه هتعكس البطاريات زي ما هنشوف دلوقتي. مش الاثنين بيستخدموا في التكبير والاثنين بيستخدموا في التسويتش بدايل بعضهم بدايل بعضهم مع حاجه صغيره بس بتتعمل لو هنشيل ده ونحط بداله ده بنعكس اطراف الباتري. ازاي يعني هنشوف دلوقتي. ده كده ترانزستور ان بي ان. ده كده ترانزستور ان بي ان. ترانزستور ان بي ان عايزين نشوف الاوبريشن بتاعه. الترانزستور عشان يشتغل بيحتاج اثنين باتري. الترانزستور عشان يشتغل بيحتاج اثنين باتري. ادي بطاريه اهي وادي بطاريه ثانيه اهي. الترانزستور عشان يشتغل محتاج اثنين باتري. ادي باتري وادي باتري ثانيه اهي. خليك فاكر ده ترانزستور نوع ان بي ان نوع ان بي ان نوع كومن بيز. يعني ايه كومن بيز؟ ده emitter وده البيز وده الكوليكتور. emitter بيز كوليكتور. هبص على طبقه البيز السيركه بتاع طبقه البيز هلاقيها كومن في الاثنين باتري. كومن في الاثنين باتري فالنوع ده بنسميه كومن بيز. كومن بيز يعني ايه كومن بيز؟ يعني طبقه البيز طبقه البيز اللي في الويست دي خارج منها واير متوصل بالاثنين باتري متوصل اهو متوصل كده بالاثنين باتري متوصل بالاثنين باتري كومن في الاثنين باتري كومن مشترك مع الباتري ديك ومشترك مع الباتري ديك. بينما طبقه الاميتر متوصله مع بطاريه واحده اللي هي دي وطبقه الكوليكتور متوصله مع بطاريه واحده اللي هي دي. فبنقول على البيز هنا يعني ان البيز مشترك في البطاريتين كومن
بيز كومن بيز يعني بيشترك في البطاريتين. الترانزستور عشان يشتغل بيحتاج بطاريتين بالشكل ده. خليك فاكر دي الاميتر وده البيز وده الكوليكتور. في الكترون هتخرج من هنا. الالكترون هتخرج من هنا هتمشي كده وتعمل لي كارنت بنسميه اي اميتر. الاي اميتر ده عباره عن الالكترون اللي خارجه من الباتري دي اي اميتر. طيب في الكترون هترجع من هنا. الالكترون هترجع من هنا بتعمل لي كارنت بنسميه اي بيز. في الكترون هتكمل وتمشي في الاتجاه ده. الالكترون هتكمل في الاتجاه ده بتعمل لنا كارنت اسمه اي كوليكتور. يبقى اي اميتر اي بيز اي كوليكتور. تاني في الكترون هتخرج من هنا. الالكترون دي هتمثل لي كارنت هتعمل لي كارنت بنسميه اي اميتر عشان داخل على طبقه الاميتر. في الكترون هترجع من هنا. الالكترون هترجع من هنا هتعمل لنا كارنت هنسميه اي بيز. في الكترون هتكمل وهترجع من الطريق الثاني ده. الالكترون دي هتعمل لنا كارنت هنسميه اي كوليكتور. كيف يعمل الترانزستور؟ في الكترون هتخرج من هنا زي ما اتفقنا. هتمشي بالشكل ده، هتلاقي ما بين الاميتر والبيز، ما بين الاميتر والبيز فورورد كونكشن، ما بين الاميتر والبيز فورورد كونكشن. ليه فورورد كونكشن؟ عشان طبقه الام متوصله مع طبقه مع النيجاتيف بول، وطبقه البيز متوصله مع البوست بول الباتري دي، يبقى كان الاميتر والبيز، الاميتر والبيز الاثنين دول مع البطاريه دول متوصلين كفورورد كونكشن. ما دام فورورد كونكشن ما في الكترون هتخرج كتيره. الكترون هتخرج كتيره هتفاجئ ان طبقه البيج طبقه بتبقى رفيعه جدا تحتوي على بوست فولز قليله جدا. طبقه البيج بتبقى فيري ثين رفيعه جدا وهي طبقه بوست تايب. بوست تايب يعني مليانه بوست فولز مليانه بوست سوري فيها بوست فولز فيها بوست فولز بس هي ليها دي ثين رفيعه فبالتالي عدد البوست فولز اللي فيها قليله. الالكترون هي ماشيه خارجه من الباتري عدت من الاميتر وداخله على طبقه البيز. الكترون كثيره واماكن الترانزيت قليله اماكن الترانزيت قليله ففي الكترون بتريح في البوست فولز اللي هنا وبعدين ترجع للبطاريه من الناحيه دي. في الكترون ما بتلاقيش هنا حته ترتاح فيها بس الطبقه رفيعه فبينفع ان الالكترون اللي هنا دي تنط وتوصل هنا وترجع من السكه دي ترجع كده اهو من هنا اهو وترجع للباتري دي ومنها ترجع للباتري الاصليه تاني. يبقى طبقه البيز هنا طبقه بتبقى رفيعه طبقه بتبقى رفيعه جدا فيبقى عدد البوست فولز اللي فيها قليل عدد البوست فولز اللي فيها قليل يبقى اماكن الترانزيت قليله بتسع قدر ضئيل جدا من الالكترون اللي داخل على الاميتر ان يريح فيها وبعدين يرجع لبطاريته تاني من خلال هذا المكان في سوري كارنت اسمه اي بي. بقيه الالكترون بتقدر تنط من هنا تنط من هنا اهو من هنا تنط لغايه هنا اهو عشان طبقه البيز رفيعه وبعدين تكمل وترجع تاني من المسار ده وتعمل لنا كارنت اسمه الاي كوليكتور يرجع هنا وبعدين منها تكمل وترجع لبطاريه التاني. من هنا اقدر اقول ان الاي اميتر لو هنا 1000 الكترون لو دخل لي من هنا 1000 الكترون 10 الكترون رجعوا من هنا و990 الكترون هيرجعوا من الناحيه التانيه. لو خرجت من الباتري ديت 1000 الكترون 1000 الكترون 1000 الكترون مشهم كده اماكن البوست فولز هنا قليله اماكن الترانزيت قليله فهيبقى 10 الكترون هيريحوا هنا ويرجعوا من هنا ويعملوا كارنت اسمه اي بيز و990 هينطوا ويوصلوا هنا ويكملوا مسيرتهم كده هو ويرجعوا من الناحيه الثانيه 990 الكترون. يبقى اقدر اقول ان الاي اميتر هيساوي اي بيز بلس اي كوليكتور. ال 1000 الكترون هيساوي 10 بلس 990 بلس 990 ال 1000 الكترون هقدر اقول انه هيساوي 10 بلس 990 ال 1000 الكترون هيساوي 10 بلس 990. يبقى نقدر نقول كده اهوت ان الاي اميتر هو الاي بيز بلس الاي كوليكتور. اي اميتر هو الاي بيز بلس الاي كوليكتور. بقول لك الاي ميتر ده الكرنت بتاع الميتر والاي بيز ده الكرنت البيز والاي سي ده الكرنت بتاع الكوليكتور حيث هو ده الميتر. طبعا دي اسمها الميتر ودي اسمها البيز ودي اسمها الكوليكتور. الكرنت اللي داخل على الميتر اسمه اي ميتر. الكرنت اللي خارج من البيز اسمه اي بيز. الكرنت اللي معاه معدي وداخل على الكوليكتور اسمه اي كوليكتور. ويبقى الاي ميتر هو الاي بيز بلس الاي كوليكتور.
طبقه البيز هنا رفيعه، يبقى عدد البوزيتيفز اللي فيها قليله، يبقى كميه الالكترون اللي بتريح فيها قليل، قول 10 الكترون بس بيريحوا ويرجعوا، وال 990 بينطوا من هنا لهنا ويرجعوا برضه بس بالطريق تاني، عن طريق الاي كوليكتور، عن طريق الكوليكتور لاير، عن طريق الكوليكتور لاير. يبقى الاي ميتر، هنخش بقى في حته ماس بقى بعد كده رياضه. الاي ميتر هو اي بيز بلس اي كوليكتور. الاي ميتر هو الاي بيز بلس الاي كوليكتور. طيب الاي بيز ده قيمته قليله جدا، الاي بيز ده قيمته قليله جدا، قيمته قليله جدا، فاقدر اهمله. ويبقى بالتقريب الاي كوليكتور بالتقريب قد الاي ميتر، بالتقريب قد الاي ميتر، ما الاي بيز ده قيمته قليله، قلنا لو 1000 الكترون 10 بيز و990 كوليكتور. يبقى سيبك من 10 دول، يبقى ال 990 بالتقريب قد ال 1000، ال 990 بالتقريب قد ال 1000. يبقى الاي كوليكتور ابروكسيميتلي، دي علامه ابروكسيميشن، قد الاي ميتر، الاي كوليكتور ابروكسيميتلي قد الاي ميتر. بس علامه الابروكسيميشن دي ما بتنفعش معانا، ما بتنفعش معانا علامه الابروكسيميشن دي، لازم ايكو. اقول خلاص يبقى انا ممكن اقول الاي كوليكتور هيساوي الفا اي اي اي، حيث الفا اي رقم قريب جدا من ال 1. يعني لو الاي سي كان 990 والاي اي كانوا 1000، الاي سي كان 990 والاي اي 1000، يبقى الاي سي ابروكسيميتلي قد الاي اي. بس انا مش عاجبني علامه الابروكسيميشن دي، اقول يبقى الاي سي بتساوي الفا اي اي اي، حيث الفا اي، الفا اي هيبقى 0.99 الماس. لو قلت 0.99 في 1000 هيطلع لي 990، لو قلت 0.99 في 1000 هيطلع لي 990. يعني عشان اشيل علامه الابروكسيميشن فيها مخرج رياضي، مخرج رياضي، خدعه رياضيه، ان اقول ايه واحط رمز هنسميه الفا اي فاي اي، واقول له اصل الفا اي رقم قريب جدا من ال 1 بالارقام، انا بعيدها تاني بالارقام، ال 990 ابروكسيميتلي بيساوي ال 1000، ال 990 ابروكسيميتلي بيساوي ال 1000، مش عايز علامه الابروكسيميشن دي، هشيلها واحط الفا اي، واقول له الفا اي رقم قريب من 1، مش مصدق، تعالى نشوف لو الالفا اي دي رقم قريب من 1، يعني 0.99 0.99 مثلا، 0.99 0.99 في 1000 0.99 في 1000 يطلع لي 990. يبقى اذا هي انا مش غلطان، يبقى اذا الرياضه كده مظبوطه، والف ايه رقم قريب جدا من الوان. يلا نعوض بقى الاي ايه اهو، الاي بي رجعته تاني، اللي رجعته تاني هنعرف بعد شويه، بلس هشيل اي سي واحط بدلها الفا اي اي اي، هشيل اي سي واحط بدلها الفا اي اي اي، يبقى كمان مره الاي اي اهو، الاي بي زي ما هو اهو، وشلت الاي سي وحطيت بدلها الفا اي اي اي، انا عايز الاي بي الصغيره دي لوحدها، عايزها لوحدها، يبقى هودي ده الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى اي بي لوحدها هيساوي اي اي ماينس، دي هوديها الناحيه الثانيه بالماينس، ماينس الفا اي اي اي، هاخد اي اي كومن فاكتور، يبقى اي بي 1 ماينس الفا اي 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 1 ماينس الفا اي 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 1 ماينس الفا اي اي اي، يعني كمان مره الاي اي بتساوي اي بي بلس اي سي، الاي بي صغير جدا ههمله، واقول يبقى بالتقريب الاي سي ابروكسيميتلي قد الاي اي، علامه الابروكسيميشن مش بنحبها، اشيلها واحط بدلها رمز رياضي اسمه الفا اي اي اي، والفا اي ابقى عارف ان رقم قريب جدا من 1 0.99 0.98. يلا نعوض، يبقى الاي اهي زي ما هي اهي، الاي زي ما هي اهي، وبعدين الاي سي الاي بي مكتوبه زي ما هي اهي، وبعدين الاي سي الفا اي اي اهي، عايز اي بي لوحدها، عايز اي بي لوحدها، عايز اي بي لوحدها، عايز اي بي لوحدها، الاي بي لوحدها، يبقى اخرج الفا اي اي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى اي اي ماينس الفا اي اي، هاخد اي اي كومن فاكتور، يبقى الاي بي 1 ماينس الفا اي اي، في ريشيو، في ريشيو اسمها كرنت جين، اسمها بيتا اي، بيتا اي، في ريشيو اسمها كرنت جين، اسمها بيتا اي، البيتا اي دي ريشيو بين اي سي واي بي، البيتا، البيتا دي اللي هي اسمها كرنت جين، تساوي اي سي على اي بي، اي سي على اي بي، يلا نعوض، الاي سي فوق الفا اي اي اي، الاي سي الفا اي 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 اهي،
وبعدين الاي بي 1 ماينس الفا اي في اي هشطب اي اي مع اي يبقى البيتا دي الفا على 1 ماينس الفا الفا على 1 ماينس الفا الفا على 1 ماينس الفا يبقى البيتا خلاص الفا اي على 1 ماينس الفا اي. كمان مره في حاجه اسمها الكرنت جين وبعد شويه هقول لك الكرنت جين دي هي قوه تكبير الترانزستور للصوت قوه تكبير الترانزستور للصوت بتساوي اي سي على اي بي شيل الاي سي حط بدلها الفا اي 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 اهي الفا اي 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 شيل الاي بي حط بدلها 1 ماينس الفا اي في اي اي اشطب اي اي مع اي اي يبقى البيتا الفا على 1 ماينس الفا يبقى البيتا الفا على 1 ماينس الفا. مهم جدا نعرف البيتا دي يا ترى البيتا دي رقم كبير ولا صغير رقم كبير ولا صغير مهم كل اللي بيعمله ده عايزين نعرف يا رقم كبير ولا صغير. لو انت شاطر في الرياضه الالفا ايه رقم قريب جدا من 1 يبقى اللي تحت ده رقم صغير جدا حاجه على رقم صغير حاجه على رقم صغير يبقى رقم كبير يبقى البيتا دي رقم كبير يبقى البيتا دي رقم كبير ده كلام الناس. طيب انا عشان في ناس ما يعرفوش ناس هفترض ان الفا دي رقم قريب جدا من 1 رقم قريب جدا من 1 وليكن 0.98 مثلا تعالى نحسب البيتا ساعتها الالفا ده افتراض 0.98 على 1 ماينس 0.98 تطلع لي البيتا 49 49 قول 50 يبقى البيتا ب 50 يبقى البيتا ب 50 يبقى البيتا كده ب 50 يبقى اول تكبير الترانزستور ده زي ما هنشوف بعد شويه هتبقى 49 49 قول تقريبا 50 يقول البيتا ب 50 يبقى اي سي على اي بي ايكوال 50 يعني البيتا دي رقم كبير يعني الاي سي الاي سي اكبر كتير قوي من اي بي كم مره تقريبا حوالي 50 مره حوالي 50 مره. هنستفيد من المعلومه دي لما اجي استخدم الترانزستور في الامبليفيكيشن في التكبير ازاي بعد شويه هنعرف. يبقى احنا وقفنا ان في حاجه اسمها بيتا الكرنت جين او الامبليفيكيشن اوف الترانزستور تكبير الترانزستور بالريشيو ما بين الاي كولكتور والاي بيز الاي كولكتور هيطلع فوق كده شويه الاي كولكتور اهو الاي كولكتور الفا اي 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 يبقى هشيل الاي كولكتور واحط الفا اي 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 هشيل اي بيز واحط 1 ماينس الفا اي في اي هشطب اي مع اي يبقى البيتا الفا على 1 ماينس الفا. مهم جدا اعرف البيتا دي رقم كبير ولا صغير او بالتالي بتبقى حوالي كام. لو انت كويس في الرياضه الالفا اي رقم قريب من 1 يبقى 1 ماينس رقم قريب من 1 يبقى اللي تحت ده حاجه صغيره جدا حاجه صغيره رقم فوق على حاجه صغيره يبقى حاجه كبيره يبقى البيتا دي رقم كبير جدا يبقى الاي سي على الاي بي اللي هي البيتا دي رقم كبير قوي هنستفيد منه بعد شويه. خلصنا الاوبريشن بتاع الترانزستور وصلنا ان البيتا بتساوي اي سي على الاي بي حيث الاي سي رقم اكبر كتير جدا من الاي بي اكبر قد ايه كم مره تقريبا هنقول حوالي 50 مره مثلا حوالي 50 مره. هنبص للبروف ده كده تاني كويس كده حته حته كده قبل ما ابدا اكمل موضوعي. افكرك بمين اي اي ومين الاي بي ومين الاي سي. الاي اي ده اللي هو داخل على الاميتر والاي بي اللي خارج من البيز والاي سي اللي خارج من الكوليكتور ده خارج من الكوليكتور يبقى ينفع اقول 1000 الكترون هيساوي 10 الكترون بلس 990 الكترون يبقى الاي اي بتساوي اي بي بلس اي سي الاي اي بتساوي اي بي بلس اي سي والاي بي رقم قليل جدا هنهمله مبدئيا ويبقى الاي سي ابروكسيميتلي قد الاي اي 990 ابروكسيميتلي قد ال 1000. مش عاجبني حته الابروكسيميشن ديت هشيلها واقول ايكوال رمز رياضي اسمه الفا اي فاي حيث الفا اي رقم قريب قوي من 1 واكمل البروف اللي هنبص له كده حاجه حاجه قبل ما ايه ما استكمل الموضوع. خلاص يبقى وصلنا من هنا ان البيتا بحوالي 50 هي اي سي على اي بي ويبقى الاي سي اكبر كتير جدا من الاي بي بحوالي 50 مره حوالي 50 مره. بندي الاول شويه الديفينيشن قبل ما نشوف بقى الابلكيشن استخدام. بنعرف البيتا البيتا اللي هي الكرنت جين او الامبليفيكيشن اوف الترانزستور. تعريف البيتا البيتا هي ريشيو بين الكوليكتور كرنت والبيز كرنت. عرف البيتا البيتا اللي اسمها الكرنت جين اسمها الكرنت جين اسمها الكرنت جين البيتا هي ريشيو ما بين الاي كولكتور والاي بيس ما بين الاي كولكتور والاي بيس الاي كولكتور والاي بيس الريشيو بين الكولكتور كرنت والبيس كرنت كويشن
يعني ايه الكرنت جهد للترانزستور 800؟ ممكن تجيب طريقه ثانيه، يعني ايه الامبليفيكيشن للترانزستور 800؟ ما الكرنت جين هو الامبليفيكيشن، امبليفيكيشن يعني تكبير. يعني ايه الكرنت جين 800؟ يعني ايه الامبليفيكيشن بتاع الترانزستور 800؟ اقول له يعني ريشيو بين الكوليكتور كرنت والبيس كرنت 800، الريشيو بتوين الكوليكتور كرنت والبيس كرنت 800، الريشيو بتوين الكوليكتور كرنت والبيس كرنت 800. بعد كده الكرنت جين الالفا اي دي اديناها اسم، الالفا اي سميناها كرنت ديفيجن، سميناها كرنت ديفيجن. الالفا اي هي اي سي على اي اي، جبت منين دوت؟ اهو 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 الاي سي بتساوي الفا اي اي اي، يبقى الفا اي اي سي اوفر اي اي، الالفا اي اي سي اوفر اي اي، الالفا اي اي سي اوفر اي اي، الالفا اي اللي اسمها كرنت ديفيجن، اللي اسمها كرنت ديفيجن، اسمها كرنت ديفيجن، بتبقى اي سي على اي اي، يبقى ديفايد الكرنت ديفيجن. بنقول له الكرنت ديفيجن هي الفا اي الريشيو بتوين الكوليكتور كرنت والاميتر كرنت، الريشيو بتوين الكوليكتور كرنت والاميتر كرنت، الكوليكتور كرنت والاميتر كرنت. يبقى لو بيتا يبقى تحت اي بي، لو الفا يبقى تحت اي اي، لو بيتا يبقى تحت اي بي، لو بيتا يبقى تحت اي بي، ولو الفا يبقى تحت اي اي، والاي سي في الحالتين فوق، الاي سي في الحالتين فوق، الاي سي في الحالتين فوق، الاي سي في الحالتين فوق، مع الفا يبقى تحت اي اي، مع بيتا يبقى تحت اي بي. بنكمل بيقول لي جيف ريزون ليه البيز بتاع الترانزستور يبقى سن؟ الجيف ريزون ده في كل الامتحانات، في كل الامتحانات، في كل الامتحانات. ليه البيز بتاع الترانزستور شود بي سن؟ ليه البيز بتاع الترانزستور شود بي سن؟ ليه الطبقه دي تبقى رفيعه عن الطبقتين دول؟ ليه بتبقى رفيعه؟ هقول عشان يبقى عدد البوست فولز هنا قليل. عشان يبقى عدد البوست فولز هنا قليل. يبقى النمبر اوف الالكترون ويتش ري كومباين بالبوست فولز دي بعددها قليل. فيبقى الاي بيز ده عدده قليل. فيبقى الاي بيز ده قيمته قليله. فيبقى الاميتر تقريبا قد الاي سي. فيبقى الاي اميتر والاي سي ابروكسيميتلي ايكوال، ابروكسيميتلي ايكوال. جيف ريزون ليه طبقه البيش شود بي سن؟ او لما تبقى سن يبقى عدد البوست فولز فيها قليل. طب ايه اللي يحصل؟ اما يبقى عدد البوست فولز هنا قليل يبقى النمبر اوف الالكترون ويتش ري كومباين اللي بتريح فيها قليل. فيبقى الاي بيز قليل. ولما يبقى الاي بيز قليل يبقى الاي كوليكتور ابروكسيميتلي قد الاي اميتر. يبقى الاي كوليكتور ابروكسيميتلي قد الاي اميتر. كمان مره واحده واحده، ليه طبقه البيز شود بي سن؟ طبقه البيز شود بي سن، اقول لها عشان لما يبقى طبقه البيز سن يبقى النمبر اوف البوست فولز فيها قليل، ما رفيعه يبقى عدد البوست فولز فيها قليل. طب ايه اللي يجرى لما يبقى عدد البوست فولز فيها قليل؟ يبقى النمبر اوف الالكترون اللي جايه من هنا ورايحه هنا، عدد الالكترون اللي هتريح هنا هيبقى قليل، يبقى النمبر اوف الالكترون ويتش ري كومباين فيها ويتش ترانزيت فيها ويتش ترانزيت فيها يبقى عدد الالكترون اللي هتريح فيها قليل. فيبقى الاي بيز قليل. ولما يبقى الاي بيز قليل يبقى الاي سي ابروكسيميتلي قد الاي اي. الاي سي ابروكسيميتلي قد الاي اي، لما يبقى طبقه البيس سن يبقى عدد البوست فولز فيها قليل. يبقى الالكترون هيبقى جايه من هنا وعايزه تعدي، عدد الالكترون هيحصل لها ترانزيت هنا قليل. فيبقى الاي بيز قليل. ولما يبقى الاي بيز قليل يبقى الاي كوليكتور ابروكسيميتلي قد الاي اي. وده جه في كل الامتحانات وهيجي السنه دي، كل سنه. دي كل سنه ليه طبقه البيز في الترانزستور بتبقى سن؟ عشان يبقى النمبر اوف البوست فولز في البيز قليل، يو يعني قليل. فالنمبر اوف الالكترون ويتش ري كومباين اللي بتريح فيها يبقى قليل. فيبقى الاي بيز قليل. فيبقى الاي كوليكتور ابروكسيميتلي قد الاي اميتر. اي كوليكتور ابروكسيميتلي قد الاي اميتر. الترانزستور له اثنين ابلكيشن. الترانزستور يبقى خلص له اثنين ابلكيشن. اول ابلكيشن الترانزستور بنستخدمه كامبليفاير. بنستخدم الترانزستور كامبليفاير، بستخدمه كامبليفاير. كامبليفاير بيكبر الصوت، بيكبر الصوت. ازاي ده بيتم؟ هنقول. هو هنا الترانزستور ده نوعه كومون اميتر. يعني ايه نوعه كومون اميتر؟ يعني الاميتر متوصل بالبطاريتين. ادي 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 ده كده، ده 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 كوليكتور وده البيز وده الاميتر. الاميتر اهو، الاميتر متوصل على البطاريتين. ادي بطاريه اهي. الله، امال فين البطاريه الثانيه؟ هنعرف بعد شويه فين البطاريه الثانيه. او نسيبنا دلوقتي من حته كومون اميتر. خلينا بس نشوف الاول ازاي الترانزستور ده بنستخدمه في الامبليفيكيشن، في تكبير الصوت. ده مايك، ده مايك،
في بيرسون واقف هنا ماسك المايك وبيتكلم بيخطب او بيغني، ده كده مايك. في هنا بيرسون، البيرسون ده واقف بيتكلم او بيغني. وظيفه المايك، وظيفه الميكروفون يحول الصوت لإلكتريك كارنت اسمه البيس كارنت. شخص واقف هنا بيخطب او بيغني، وظيفه الميكروفون بيحول الصوت الى إلكتريك كارنت، هنسميه اي بي، هنسميه اي بيس، هنسميه اي بيس. الاي بيس دخل هنا اهو، الاي بيس دخل هنا اهو. فوق هنا بيبقى فيه السبيكر، ما هو اي ميكروفون بيبقى معاه سبيكر. ايه الفرق؟ طيب هنخرج من الحته دي تاني، هنخرج منها تاني ونعيدها بعد كده. ايه الفرق بين الميكروفون والسبيكر؟ حته كده عامه عشان نقدر نكمل الشرح. ايه الفرق بين الميكروفون والسبيكر؟ الميكروفون لما امسكه واتكلم قصاده يحول لي صوت الكرنت. وظيفه السبيكر، السبيكر تحول الكرنت لصوت، صح ولا ايه؟ وظيفه المايك يحول الساوند لكرنت. وظيفة السبيكر تحول الكرنت لساوند، تحول الكرنت لساوند. الار سي دي رمز السبيكر، الار سي دي رمز السبيكر، ما السبيكر دي بقى جواها كويل وكده له ريزيستر فبنسميه ار سي. يبقى ادي المايك اهو وادي السبيكر اهو، وهنعيد الشرح تاني بس كده ادينا عرفنا الفرق ما بين المايك والسبيكر. السبيكر لما يمشي فيها الكرنت تطلع صوت، صوت قوته بروبورشن مع الكرنت اللي داخل فيها. المايك لما واحد يقف يتكلم قصاده يحول صوته الكرنت على حسب قوه الصوت، يبقى قوه الكرنت. نرجع بقى نشرح تاني. واحد واقف هنا، بيرسون واقف هنا وبيتكلم او بيخطب او بيغني، يبقى المايك هيحول صوته الكرنت بروبورشن مع قوه الصوت. كرنت اسمه اي بي، هيتسحب من الباتر دي كرنت اسمه اي سي. واحنا قلنا الاي سي بيبقى 50 مره الاي بي، قلنا الاي سي من شويه 50 مره الاي بي. يبقى لو هنا الاي بي ده كان 1 ملي امبير، هيبقى الاي سي ده 50 ملي امبير. 50 ملي امبير هيخش في السبيكر يطلعوا صوت قوته 50 مره الصوت الاصلي. كمان مره، جبت انا منين ال 50 دي؟ احنا لسه قايلينها حالا حالا، لسه قايلينها حالا ان البيتا 49 قول 50. يبقى البيتا ريشو ما بين اي سي واي بي، البيتا ريشو ما بين اي سي واي بي، يعني الاي سي 50 مره الاي بي. هو دي فكره عمل الترانزستور، يعني الاي سي 50 مره الاي بي، الاي سي 50 مره الاي بي، هي دي فكره عمل ان الاي سي 50 مره الاي بي. في بيرسون واقف هنا بيغني، فالمايك حول صوته لكرنت بروبورشن مع الصوت، طلع الكرنت 1 ملي امبير، هيتسحب من الباتري دي الكرنت اسمه اي سي 50 مره الاي بي، يعني كرنت 50 ملي امبير هيخش على السبيكر يطلعوا لي صوت قوته 50 مره الصوت الاصلي. يبقى كبرنا الصوت، يبقى كبرنا الصوت. طب الراجل اللي واقف هنا استبدلناه براجل تاني صوته اعلى، يبقى المايك هيحول صوته الكرنت اكبر وليكن 2 ملي امبير، 2 ملي امبير هيسحب من الباتري دي كرنت اسمه اي سي قيمته 50 مره الاي بي، والاي بي 2 يبقى 50 تايمز 2 يبقى 100 ملي امبير، يبقى يخش على السبيكر ده كرنت 100 ملي امبير، يطلع لي الصوت متضاعف 100 مره، يطلع الصوت متضاعف 100 مره عن اول حاله. يبقى هو ده عمل الترانزستور كامبليفاير، عمل الترانزستور كامبليفاير فكرته ان الاي سي 50 مره الاي بي، كل كرنت يخش على البيز هنا يتسحب من الباتري كرنت قده 50 مره. طبعا بحط السبيكر على الاي سي، بحط السبيكر على الاي سي، يبقى في الحاله دي الصوت هيطلع لي متكبر 50 مره، هيطلع لي متكبر 50 مره. لو هو 1 ملي امبير يبقى الكرنت اي سي يبقى 50 ملي امبير، لو هو 2 ملي امبير هيبقى 100 ملي امبير، 3 ملي امبير هيبقى 150 ملي امبير. يخش على السبيكر يطلع لي صوت عالي. طيب هنا اهو انا بقول لك ده نوع كومن اميتر، نوع كومن اميتر، ما هو كان المايك ده بطاريه ومش فيه كرنت ماشي، مش فيه كرنت ماشي، يبقى كان هنا في باتري، كان هنا في باتري، كان هنا في باتري، ويبقى الاميتر اهو مشترك ما بين طرف للباتري هنا اهو، والاميتر من الناحيه الثانيه مشترك بالبطاريه من الناحيه الثانيه اهي. فالنوع ده من الترانزستور اسمه كومن اميتر، اسمه كومن اميتر، اسمه كومن
اميتر اسمه كومون اميتر ترانزستور، يعني الاميتر مشترك في البطاريتين. لما تسالني فين الباتري الثانيه اقول لك المايك اكت اس تو بي باتري، المايك اكت اس تو بي باتري. يبقى ده عمل الترانزستور كامبليفاير، ويبقى على طول اي واحد ماسك ميكروفون تعرف ان في سبيكر موجوده، ميكروفون يبقى لازم يبقى في سبيكر موجوده. الميكروفون بيحول الصوت لكرنت، والكرنت قوته بروبورشن مع الصوت، وفي سبيكر موجوده تحول الكرنت لصوت، والصوت بروبورشن مع الكرنت اللي ماشي في السبيكر. ويبقى الفكره ان الترانزستور ده بقى فكرته الاساسيه ان الاي سي 50 مره الاي بي، الاي سي 50 مره الاي بي، الاي سي 50 مره الاي بي. الاستخدام الثاني للترانزستور، الترانزستور بنستخدمه كسويتش اون، الترانزستور بستخدمه كسويتش اون وسويتش اوف. ازاي بقى؟ هنشوف دلوقتي ازاي الترانزستور بنستخدمه كسويتش اون وسويتش اوف. تعال نشوف. في الاول خالص عايزين نكتب شويه ماس، شويه رياضه. اي كارنت بيخرج من الباتري كده ويخش على الكونكتور بيبقى اسمه اي سي، اي كارنت بيخرج من الميتر بيبقى اسمه اي اي، اي كارنت بيخش على البيز بيبقى اسمه اي بي، هنا ده الفي ان، يعني البوتنشال الموجود في المكان. واحنا في الامبليفيكيشن في مايك، لا دلوقتي لما بستخدمه سويتش اون وسويتش اوف هيبقى هنا في باتري، في الاول بس نعمل شويه قوانين رياضه. البطاريه دي البوتنشال بتاعها اسمه في سي سي، البوتنشال ما بين الكوليكتور والاميتر، اسمه في سي اي، مش ينفع هنا اقول الفي سي سي، ده البوتنشال من فوق خالص لتحت خالص من شابتر 1. الفي سي سي من فوق خالص لتحت خالص، الفي سي سي هو البوتنشال من هنا لهنا بلاس البوتنشال من هنا لهنا. كمان مره البوتنشال من فوق خالص لتحت خالص هو البوتنشال من هنا لهنا بلاس البوتنشال من هنا لهنا. يعني اقدر اقول الفي سي سي هو اي سي في ار سي بلاس في سي اي، الفي سي سي هو في سي اي بلاس اي سي ار سي. عايز في سي اي لوحدها، هيبقى في سي سي ماينس اي سي في ار سي. كمان مره، الفي سي سي من فوق خالص لتحت خالص هيبقى هو البوتنشال من هنا لهنا بلاس البوتنشال من هنا لهنا، هيبقى في سي اي بلاس اي سي ار سي بلاس اي سي ار سي بلاس اي سي في ار سي. يبقى الفي سي اي بتساوي في سي سي ماينس اي سي في ار سي. طيب اصغر شويه عشان تلمنا الموضوع. كده كويس. يبقى الفي سي سي هي الفي سي اي بلاس اي سي في ار سي. يبقى الفي سي اي لوحدها في سي سي ماينس اي سي في ار سي. لو جالي في انبوت عالي، ركز بقى في اللي بيقرا، لو جالي في انبوت هنا عالي هيبقى الاي دي كبير. الاي دي لما يبقى كبير الاي سي 50 مره الاي بي، هيبقى الاي سي كبير. لو الاي سي ده كبر، ايه اللي هيحصل للفي سي اي؟ الفي سي اي هتقل برياضه. لو الاي سي كبر يبقى الفي سي اي هتقل. لما البوتنشال بين سي واي هيقل، الريزيستنس بين سي واي هتقل، هتقل يعني هتبقى قيمتها صفر. نقول كده يبقى قيمتها صفر، الريزيستنس بين سي واي قليله، يبقى الاي سي ده ينفع يعدي وينزل تحت. الاي سي اللي فوق نزل تحت، يبقى الترانزستور ده كانه سويتش اون، كان ما بين سي واي كلوزد. الترانزستور بقى سويتش اون، يبقى ده الترانزستور ازاي بيشتغل سويتش اون. لما يبقى الفي انبوت هاي يبقى الاي بي هاي، ولما الاي بي يبقى هاي الاي سي يبقى هاي، ولما الاي سي يبقى هاي ارجع للماس، لما الاي سي يبقى هاي الفي سي اي يبقى سمول، الفي سي اي يبقى صغير، الفي سي اي هيبقى صغير. لما يبقى الفي سي اي صغير بتبقى ريزيستا بنسوي صغيره،
الريزيستا من سوي صغيره فينفع الاي سي يعدي من هنا وينزل هنا. الاي سي عدى يبقى كان بقى من سوي كروزد كانها سويتش اون، يبقى الترانزستور كان سويتش اون، الترانزستور كان سويتش اون، يبقى في سويتش اون. ثلاثة هاي واثنين سمول. في كتاب المدرسة ما كتبش حتة الريزيستنس اي دي، على طول نط وقال الترانزستور اون. يعني في كتاب المدرسة يبقى ثلاثة هاي واحد سمول وتكتب بعده اون. ثلاثة هاي واحد سمول وبعده اون، او ثلاثة هاي واثنين سمول وتكتب بعده اون. اصل كتاب المدرسة ما كتبش حتة الار سي، نط على طول، نط على طول بعد الخطوة دي قال الترانزستور اون، وانا كده ملتزم في الملزمة بكتاب المدرسة. في المزمه هيبقى 3 هاي وواحد سمول وبعده اون، او في الفيديو 3 هاي واثنين سمول وبعده اون. ده الترانزستور كيف يعمل كون برياضه لما الاشي يكبر الفي سي اي ال، يبقى الترانزستور اون. لما الفي سي اي ال قليل الكتاب قال لك يبقى الترانزستور اون يعدي الكرم. عايز يزود الار سي تبقى قليله، صح مش غلط، مكتوبه بقى في كليه الهندسه الكلام ده قسم كهرباء. لكن الخطوه الاخيره ديت هي مش في الكتاب، لكن لو كتبناها مش هيجي الحقيقه لانها صح بالظبط. يبقى لو جالي في انبوت هاي يبقى الاي بي هاي، الاي سي 50 مره الاي بي يبقى الاي سي هاي، الاي سي لما يكبر الفي سي اي تقل يبقى الفي سي اي بقت سمول، البوتنشال من سي اي صغير يبقى الريزيستا من سي اي صغيره، الريزيستا من سي اي صغيره يبقى الاي سي اللي فوق ده هينفع ينزل تحت، ويبقى الترانزستور سويتش اون، ويبقى الترانزستور سويتش اون. امتى الترانزستور يبقى سويتش اوف؟ هنشوفها وبعدين نرجع تاني نعيدهم الاثنين مع بعض. الترانزستور يبقى سويتش اوف لو جاني هنا في انبوت معكوس، لو جاني هنا الفي انبوت معكوس هيبقى الكونكشن ده باكورد، باكورد يبقى ما فيش كارنت ماشي، معكوس او في انبوت صغير قوي، بوزيتيف صغير قوي. خليها لو الفي انبوت معكوس، لو الفي انبوت معكوس يبقى الاي بي هنا يا اما زيرو يا اما صغير جدا. الاي بي هيبقى يا اما زيرو يا اما صغير جدا، هيبقى الاي سي صغير جدا، برضه الاي سي 50 مره الاي بي. الاي بي صفر او صغير جدا، يبقى الاي سي صفر او صغير جدا. الاي سي لما يبقى صغير، الاي سي لما يبقى صغير هيبقى الفي سي اي كبيره، الفي سي اي كبيره يبقى ريزيستنس بين سي واي كبيره، الريزيستنس بين سي واي كبيره، كبيره يعني انفاينايت. يوم الاي سي اللي هو اللي هو اصلا صفر او صغير جدا ما يعرفش ينزل تحت، ما عرفش ينزل تحت يبقى كان ما بين سي واي اوبن سويتش اوف، يبقى الترانزستور يعمل كسويتش اوف. نعيد تاني، لو الفي انبوت كان بوزيتيف زي اللي فوق ده، بوزيتيف زي اللي فوق ده او صغير، بوزيتيف وصغير، بوزيتيف وصغير، هنا بوزيتيف وكبير، الفي انبوت هنا هاي. لو الفي انبوت كان سمول، كان بوزيتيف وسمول او معكوس، بوزيتيف وسمول او معكوس، يبقى الاي بي هنا قيمته صغيره جدا او صفر، الاي بي قيمته صغيره جدا او صفر، صغيره جدا او صفر. يبقى الاي سي 50 مره الاي بي، يبقى الاي سي يا اما صغير جدا يا اما صفر. الاي سي لما يبقى صغير هيبقى الفي سي كبير، الفي سي اي لما يبقى كبير يبقى ريزيستنت بين سي واي كبيره، الريزيستنت بين سي واي كبيره يبقى الاي سي اللي فوق ده اللي هو اصلا قيمته صفر او صغير جدا مش هيعرف ينط وينزل تحت، يبقى كان السي والاي بينهم اوبن سويتش اوف، يبقى هو ده عامل الترانزستور بتاع سويتش اوف. ثلاثه سمول واثنين هاي، ثلاثه سمول واثنين هاي، لو الفي انبوت صغير او معكوس هيبقى الاي بي صغير او صفر، هيبقى الاي سي صغير او صفر. واحد يقول لي مش الاي سي بيبقى 50 مره الاي بي، بس الاي بي الاي بي صفر، هيبقى الاي سي صفر او الاي بي صغير جدا. الاي سي 50 مره الاي بي بس برضه هيبقى صغير جدا بالنسبه للحاله اللي فوق، هيبقى صغير جدا بالنسبه للحاله اللي فوق، حاله الاون. الاي سي لما يبقى صغير هيبقى الفي سي كبير، يبقى الريزلت من سوق كبيره، كبيره قوي يعني انفاينايت، يبقى الاي سي اللي هو صفر اصلا مش موجود او صغير جدا مش عارف ينزل تحت، يبقى من سو اي اوبن سيركت او سويتش اوف، يبقى الترانزستور يعمل كانه سويتش اوف، كانه سويتش اوف، كانه سويتش
اوف. يبقى لو جيت قلت لك ايش الشرط المطلوب عشان الترانزستور يبقى اون، تقول لي الفي انبوت لازم يبقى هاي، الفي انبوت لازم يبقى بوزيتيف هاي، بوزيتيف هاي، الفي انبوت لازم يبقى بوزيتيف وهاي، بوزيتيف وهاي، بوزيتيف وهاي. ايش الشرط المطلوب عشان الترانزستور يبقى اوف؟ تقول لي الفي انبوت يبقى بوزيتيف وسمول او معكوس، بوزيتيف وسمول او معكوس، بوزيتيف وسمول او معكوس، بوزيتيف وسمول او معكوس. شروط السويتش اون بوزيتيف هاي على الانبوت، شروط السويتش اوف سمول بوزيتيف انبوت او نيجاتيف يعني معكوس على البيز. طيب احنا هنا خدنا حاجه عشان عايزين نرسم رسمه، عايزين نرسم رسمه. بص كده او نبص على الرسمه الاول. الرسمه دي عباره عن الريليشن ما بين في انبوت وفي اوتبوت، والفي اوتبوت هنا هي الفي سي اي، الفي اوتبوت هنا المقصود بيها في سي اي. عايزين نرسم الريليشن بين في سي اي وفي انبوت، في سي اي وفي انبوت. تعالى كده نبص، بص هنا الفي انبوت كان سمول، الفي سي اي كان هاي، الفي انبوت كان سمول، الفي سي اي كان هاي، الفي انبوت هنا كان هاي، الفي سي اي كان سمول، الفي انبوت كان هاي، الفي سي اي كان سمول. يعني الفي انبوت والفي سي اي عكس بعض، عكس بعض، يعني الريليشن بينهم انفرسلي، الريليشن بينهم انفرسلي. الفي انبوت لما يبقى صغير الفي سي اي يبقى كبير، الفي انبوت كبير الفي سي اي يبقى صغير، يبقى الريليشن بينهم عكس بعض. فنقول على الترانزستور انه انفرتر. يعني ايه انفرتر؟ يعني عاكس، يعني الفي انبوت الكبير يبقى الفي اوتبوت الفي انبوت الصغير يبقى الفي ان الاوتبوت كبير، الفي انبوت كبير يبقى الفي اوتبوت صغير. اقول على الترانزستور ده انفرتر، اقول عليه انفرتر. اقل قيمه للسي اي بنوصل لها، اقل قيمه للسي اي بتبقى 0.2 فولت. لما اقول لك الفي سي اي سمول في واحد، الفي سي اي سمول فوق، الفي سي اي سمول، يبقى اقل قيمه للفي سي اي بنوصل لها 0.2 فولت، ما بنقلش عن 0.2 فولت، يعني اقل حاجه 0.2 فولت، ويبقى الترانزستور انفرتر، عاكس، بيعاكس. لو الفي انبوت صغير يبقى الفي اوتبوت كبير، ولو الفي انبوت كبير يبقى الفي اوتبوت صغير، بنسميه انفرتر، انفرتر يعني عاكس. خلاص خلص الترانزستور، ونبدا ناخد شويه مسائل. عندي لمبه وعندي بي ان جانكشن، بس قال لي كان المفروض تبقى مع البي ان جانكشن. عندي لمبه وعندي بي ان جانكشن وعندي باتري. يقول لي وصل لي الباتري لو سمحت بحيث اللمبه تنور، وصل الباتري بحيث اللمبه تنور، اللمبه تنور يعني يعدي كرنت. يعني تبقى البي ان جانكشن في الفورورد كونكشن. الفورورد كونكشن هو ده الفورورد كونكشن اللي البوزيتيف طيب متوصل مع البوزيتيف بول للباتري، والنيجاتيف طيب متوصل مع النيجاتيف بول للباتري. يبقى معايا بي ان جانكشن ومعايا لمبه ومعايا باتري. يقول لي وصل الباتري بحيث اللمبه تنور، وصل الباتري بحيث اللمبه تنور، وصل الباتري بحيث اللمبه تنور. اقول له ماشي اوكي، مفيش اي مشاكل خالص. عشان اللمبه تنور يبقى لازم كرنت يعدي، عشان كرنت يعدي يبقى لازم يكون الكونكشن فورورد، الكونكشن فورورد، الكونكشن فورورد. يبقى ادي البوزيتيف اهو، البوزيتيف بول متوصل مع البوزيتيف تايب، والنيجاتيف بول متوصل مع النيجاتيف تايب. بعد كده مسائل، بعد كده مسائل، بعد كده مسائل. نفتكر القوانين بتاعتنا، نفتكر القوانين بتاعتنا، هي قوانين قليله جدا. هقول ثلاث قوانين كده، قوانين عبيطه يعني. اول حاجه الفي سي اي هي في سي سي ماينس اي سي في ار سي. نفتكر البيتا، البيتا، البيتا كانت انت طلعت القوانين بره. البيتا معلش انا اسف، البيتا اي سي على اي بي، البيتا اي سي على اي بي، البيتا اي سي على اي بي. البيتا كمان ليها قانون تاني وهيبان لنا في المسائل، البيتا كمان الفا على 1 ماينس الفا، بس البيتا الفا على 1 ماينس الفا. في واحد تاني اخير ان الاي اي هو اي بي بلس اي سي، الاي اي هو اي بي بلس اي سي. مسائل الترانزستور مسائل هايفه جدا جدا جدا، تعويض مباشر كلها، بس ادينا هنشتغلها شويه. اول حاجه بيقول اذا كان الاي سي 6 ملي امبير والاي بي 40 مايكرو امبير،
هات الفا وهات بيتا، هات الفا وهات بيتا، هات الفا وهات بيتا. والله البيتا هنحفظ بقى قوانين، دي اي سي على اي بي، البيتا اي سي على اي بي، الاي سي 6 ملي امبير يبقى 6 تايم 10 ريز 3، والاي بي 40 مايكرو امبير يبقى مايكرو يبقى 40 تايم 10 ريز 6، تطلع البيتا 150. طبعا الارقام في المسائل غير الارقام في الحقيقه، الارقام في المسائل غير الارقام في الحقيقه. جبنا البيتا خلاص، عايزين نجيب له الالفا، عايزين نجيب له الالفا. احنا بيتا عندنا قانون بيقول لنا ان البيتا هي الفا على 1 ماينس الفا، بيتا الفا على 1 ماينس الفا، لسه واخدينه بشويه. البيتا كانت الفا على 1 ماينس الفا، اعوض البيتا ب 150 على الفا ماينس الفا، كروس مالتيبليكيشن، كروس مالتيبليكيشن واحسب له الالفا، ولازم الالفا تطلع رقم قريب جدا من الواد، تطلع رقم قريب جدا من الواد. يبقى انا هنا استخدمت القانونين دول، البيتا اي سي على اي بي، والبيتا الفا على 1 ماينس الفا. نبص لها كده شويه، مجرد تعويض مباشر، بيساعده سهل قوي. وغالبا ما بتجيش في الامتحان سهولتها، يعني من ضمن سهولتها قوي ما بتجيش في الامتحان قوي يعني. بس هنذاكرها برضه لما تيجي في الامتحان. لكن هي سهله قوي للغايه يعني، مش لدرجه ان هي بيجيبها في الامتحان كتير يعني. المساله اللي بعدها بيقول لي اذا كان الاي ايميتر 8 ملي امبير والاي كوليكتور 7 ملي امبير، وبيطلب حاجات كتير بقى، بيطلب حاجات كتير، بيطلب حاجات كتير. وفي الاخر بيقول لي اذا كانت الار سي 100 اوم والبي سي 0.5 فولت هات البي سي سي، بيطلب حاجات كتير، خليها واحده واحده. عايز اجيب له الاي بي، وعايز اجيب له البيتا، وعايز اجيب له الالفا، وعايز اجيب له الاي بي. في الاول خالص القانون بنستخدمه اي اي ايكوال اي سي بلس اي بي، الاي اي بتساوي اي سي بلس اي بي. الاي اي مديهولنا 8 ملي امبير يبقى 8 تايم 10 3، الاي سي مديهولنا 7 ملي امبير يبقى 7 تايم 10 3 بلس الاي بي. يبقى جبنا الاي بي 1 في 10 3 امبير، جبنا الاي بي خلاص. جبته ازاي؟ لما استخدمت القانون المباشر الاي اي ايكوال اي سي بلس اي بي، يعني بحافظ اربع قوانين يبقى الترانزستور المساله كلها هيفهم. عايز اجيب له البيتا، البيتا اي سي على اي بي، اي سي على اي بي، عندي الاي سي وعندي الاي بي، جبنا البيتا خلاص. عايزنا نجيب له الالفا، عايزنا نجيب له الالفا، البيتا الفا على 1 ماينس الفا، اعوض جبنا الالفا خلاص. عايزنا نجيب له الفي سي سي، الفي سي سي اي سي ار سي بلس البي سي، عوضت رحت جايب الفي سي سي. يبقى كل اللي استخدمتها في المسائل ديت الاي اي بتساوي، انا اسف ان القانون ما طلعتهاش بره. الاي اي بتساوي اي سي بلس اي بي، الاي اي بتساوي اي سي بلس اي بي، والبيتا اي سي على اي بي، والبيتا الفا على 1 ماينس الفا، والفي سي سي اي سي في ار سي بلس في سي. نبص على القوانين كويس. الاي اي اي سي بلس اي بي، والبيتا اي سي على اي بي، وبحسب الالفا من هنا، البيتا الفا على 1 ماينس الفا، واخر حاجه الفي سي سي اي سي ار سي بلس بي سي. ناخد القوانين او نبقى نطلعهم بعد ما نحل المسائل، نطلعهم بره كده هيبقى كويس. مساله زيها برضو، مساله زيها تعويض مباشر، تعويض مجرد ان حافظين قوانين تعويض مباشر. نمبر 4، نروح بقى على نمبر 5. نمبر 5 قال لي الفي بي 1.5 فولت، هنا الار بي بس مش باينه، الار بي 3000 اوم في الشيت باينه، الار بي 3000 اوم، الار سي 600 اوم، البوتنشال من هنا لهنا اسمه في 1، البوتنشال من هنا لهنا اسمه في 2، الفي سي سي قايل لي 4 فولت. تاني هقول الجيفن اللي هو في الشيت باين كويس، الفي سي سي 4 فولت، دي 600 اوم، الفي 1 مجهوله وعايزينها، الفي 2 ب 1 فولت، الار بي 3000 اوم، والفي بي 1.5 فولت. هو عايز احسب له في 1 بكام؟ الفي 1 ده اي سي في ار سي، الفي 1 دي اي سي في ار سي، ما عنديش اي سي، عندي ار سي ب 600، ما عنديش الاي سي، يبقى عايز اجيب الاي سي. عشان اجيب الاي سي لازم اجيب الاي بي بكام؟ طيب هنشوف هنجيبها ازاي. في الاول خالص انا اقدر اجيب الاي بي، الكرنت بيخرج من الباتري كده ويرجع تاني كده، يعني اقدر اقول الاي بي عباره عن في بي على ار بي، الاي بي
VB على RB. الكرنت خارج من الباتري الاي بي خارج كده اهو بالشكل ده. يبقى الاي بي في بي على ار بي، الفي بي 1.5 والار بي 3000، يبقى جبنا الاي بي خلاص. جبنا كده الاي بي خلاص، خلاص كده جبنا الاي بي خلاص. طيب الفي سي سي 4 فولت، الفي سي سي ده من الاول للاخر هيساوي البوتنشال ده بلس البوتنشال ده. ال في سي سي ده من فوق خالص لتحت خالص، هيبقى في 1 بلس في 2، في 2 ب 1 فولت، يبقى الفي 1 ب 3 فولت. ما اصل الفي سي سي ب 4 فولت، 4 فولت الفي 1 مجهول والفي 2 ب 1 فولت، يبقى الفي 1 جبناها ب 3 فولت، يبقى جبنا الفي 1 ب 3 فولت. الفي 1 ده اي سي فار سي، ده اي سي فار سي، الفي 1 جبناه ب 3 فولت، الاي سي مجهول والار سي ب 600، يبقى جبنا الاي سي خلاص. جبنا الاي سي عايزنا نجيب له بيتا والفا، البيتا اي سي على اي بي، الاي سي عندي والاي بي عندي، جبنا له البيتا، والبيتا الفا على ور ماينس الفا، اعوض واجيب له الالفا. يبقى الخطوط العريضه، الكارت خارج من الباتري اسمه اي بي ماشي كده اهو، يبقى دي كلوز سيركت. اقدر اقول الاي بي في بي على ار بي، يبقى الاي بي المجهول الفي بي 1.5 اوفر الار بي اللي هي 3000 اوم، جبنا الاي بي. وبعدين الفي سي سي من فوق خالص لتحت خالص 4 فولت، دي عباره عن في 1 المجهول بلس في 2 اللي هي ب 1 فولت، يبقى الفي 1 ب 3 فولت، يبقى جبنا الفي 1 خلاص اهي ب 3 فولت. جبنا الفي 1 دي، الفي 1 دي اي سي في ار سي، الفي 1 ب 3 فولت، الاي سي مجهول والار سي ب 600 اوم، يبقى جبنا الاي سي خلاص، جبنا كمان الاي سي خلاص. ويبقى البيتا اي سي على اي بي، ومن البيتا اجيب الفا، الفا على 1 ماينس الفا. المساله اللي بعدها نمبر 6. نمبر 6 قال لي ترانزستور بالشكل ده، فينا فاريبل ريزيستنس، في فاريبل ريزيستنس، في فاريبل ريزيستنس. قال لي لو الفاريبل ريزيستنس ديت، لو الفاريبل ريزيستنس دي قلت، ايه اللي يحصل لفي 1 وايه اللي يحصل لفي 2؟ لو الفاريبل ريزيستنس ديت قلت، ايه اللي يحصل لفي 1 وايه اللي يحصل لفي 2؟ ايه اللي يحصل لفي 1؟ خلينا عارفين نبقى حافظين الفي 1 دي مين. الفي 1 دي اي سي فار سي، دي اي سي فار سي، اي سي فار سي، ايه اللي يحصل لفي 1 وايه اللي يحصل لفي 2؟ وخلينا نبقى عارفين برضه ان الفي سي سي اللي هو ده عباره عن في 1 بلس في 2، الفي سي سي من الاول للاخر ده في 1 بلس في 2. لو الار في قلت، لو الار في قلت ايه اللي يحصل بي 1 وايه اللي يحصل بي 2؟ تعالى نشوف. لو الار في قلت يبقى الاي بي هيقل، او في الاول، في الاول معلش، في الاول جيبها تاني. الاي بي في بي على ار في بلس ار بي، لو الار في قلت يبقى الاي بي هيزيد، قلتها غلط معلش، لو الار في قلت الاي بي هيزيد، لو الريزيستنس قلت الاي بي هيزيد، لو الاي بي زاد الاي سي هيزيد. ما الاي سي 50 مره الاي بي، لو الاي بي زاد الاي سي هيزيد. الفي 1 ده اي سي فار سي، الفي 1 ده اي سي فار سي. طب لما الاي سي زاد يبقى الفي 1 زاد، يبقى الفي 1 زاد، يبقى كده الفي 1 زاد، يبقى الفي 1 زاد. بعد كده الفي 2 ده في 1 بال في سي سي، ده في 1 بلس في 2، الفي سي سي ده في 1 بلس في 2، والفي سي سي ده رقم ثابت، الفي سي سي ده ثابت. طيب الفي 1 زاد، ايه اللي يحصل الفي 2؟ لازم الفي 2 يقل عشان يفضل الفي سي سي ثابت. الفي 1 زاد يبقى لازم الفي 2 يقل عشان يفضل الفي سي سي زي ما هو. 5 بتساوي 4 بلس 1. طب لو الأربعة دي بقت 4.5 يبقى ال 1 دي لازم هتقل وتبقى 0.5 عشان يفضل المجموع 5. يبقى خلصت المسألة. لو الأر في قلت الأي بي هيزيد، ولو الأي بي زاد الأي سي 50 مرة الأي بي، يبقى الأي سي هيزيد، ولو الأي سي زاد الفي سي أي سي فار سي، الأي سي زاد يبقى الفي 1 زاد، الفي سي سي في 1 بلس في 2، الفي 1 زاد يبقى غصب عنك الفي 2 لازم يقل عشان يفضل الفي سي سي ثابت، عشان يفضل.
ال في سي سي ثابت. نبص لها كده شويه. اللي بعده سؤال مش في كتاب المدرسه لكن في الكتب الخارجيه، ادينا بنغطيه بيدولوجي بس هو مش في كتاب المدرسه. يقول لي ارسم ترانزستور مره ان بي ان ومره بي ان بي. احنا كل شغلنا على الان بي ان. في كتاب المعاصر قال لك ارسمه لو بي ان بي. فرق بسيط جدا، نفس الرسمه، هي نفس الرسمه بس الفرق. شايف السهم ده؟ السهم ده جاي كده، يبقى هنا في البوستيف وهنا النيجاتيف. الكرنت بيخرج من البوستيف، يبقى دي البوستيف. الكرنت بيخرج من البوستيف، ما احنا قلنا الاي اي هو اي بي بلس اي سي، يبقى الاي بي ماشي كده، يبقى ده البوستيف. الاي سي جاي كده، يبقى ده البوستيف. يبقى البوستيف والبوستيف اهو. طب لو السهم ده بقى معكوس، لو السهم معكوس، ده البي ان بي بيبقى سهمه داخل لجوه، البي ان بي بيبقى سهمه داخل لجوه، يبقى الباتري بتتعكس بحيث الكرنت اهو يمشي كده، الكرنت اهو يمشي كده وبعدين يطلع كده والكرنت بيرجع للنيجاتيف. يبقى البي ان بي والان بي ان بيعملوا نفس العمل في اي سيركت كهرباء، بس الفرق لو بي ان بي بعكس الباتري، بعكس الباتري، السهم ده طالع لفوق، يبقى كان جاي كده، يبقى كان جاي كده اهو، يبقى كان جاي كده اهو، اهو السهم ده طالع لفوق، السهم ده راجع للبطاريه، يبقى بيرجع للنيجاتيف بول، بيرجع للنيجاتيف بول. يبقى الفرق بس وسط البطاريتين، واسطة البطاريتين، واسطة البطاريتين، ده الفرق بينهم، ده الفرق اللي بينهم. سؤال تاني بيقول لي ان هو ارسم ترانزستور، برضه مش في كتاب المدرسة، برضه في الكتب الخارجية. ارسم ترانزستور في وضع مرة كومن اميتر ومرة كومن بيز، مرة كومن اميتر ومرة كومن بيز. كومن اميتر يعني الاميتر واصل على البطاريتين، اهو واصل على البطاريتين، الاميتر واصل على البطاريتين، الاميتر واصل اهو على البطاريتين، الاميتر واصل اهو على البطاريتين. ككومون بيز يبقى البيز ده على البطاريتين، يبقى البيز دوت على البطاريتين اهو، يبقى البيز كومون في البطاريتين. ارسم الترانزستور، دي برضه مش في المدرسه لكن في الكتب الخارجيه، وانا بغطي كله وعمرها ما جت في امتحان اخر السنه، بس برضه انا بغطي كله عشان ما يجيش حد يقول لي دي ما خدناش زيها. الاميتر اهو كومن في البطاريتين، وهنا البيز اهو كومن في البطاريتين. مساله عبيطه، بيقول لي عندنا هنا بطاريه 1.5 فولت. ايوه ماشي، هو في المساله هو يعني ما هو في الكومن اميتر البطاريتين بعاد عن بعض فين؟ مش ده الاميتر؟ اه طيب متوصل بالنيجاتيف بول دي ولا لا؟ اه طيب مش ده الاميتر بتوصل بالنيجاتيف بول دي ولا لا؟ اه يبقى واصل على البطاريتين ولا لا؟ واصل، يبقى كومون اميتر. وعشان اعمله كومون بيز جبت البطاريه الناحيه دي. بس كده يعني؟ خلاص دي بس نقفل دي الاول. اه خلاص كده. طيب البيز ده واصل على البطاريه دي ولا لا؟ واصل على البطاريه دي ولا لا؟ ايوه يبقى كومن بيز. في البطاريتين يبقى كومن بيز. طب ليه عامل البطاريتين كده؟ شايف يا مريم؟ شايف السهم ده؟ اه ده اتجاه الكرنت، مش الكرنت بيرجع النيجاتيف؟ اه طيب شايفه الكرنت ده؟ اه مش الكرنت بيخرج بوستيف؟ البوستيف يبقى البطاريتين دي لازم يبقوا كده. بصت ولا ايه؟ اه والناحيه الثانيه هتبقى
البوستيف امشي مع السهم. ايوه تمام صح كده؟ تمام بس بنكمل مسألة عبيطة ديت. بس أنا بصراحة في أربع أولاد باقيين مش عايز أبدأهم النهاردة. لأن حاسس إن في بقى في ضغط جامد جدا على المذاكرة في الجزء دوت فمش عايز يتلكك. فباقي أربع ورقات باقيين هعملها فيلم من الثلاث يبقى الثلاث تحتفل بانتهاء المنهج. الثلاث الجاي نحتفل بانتهاء منهج الفيزياء. فبعمل المسائل الخايبة ديت بس بستهلك وقت لكن هي مسائل سهلة أوي. بطارية هنا 1.5 فولت. وده ديود هو ينفع اخده النهارده بس لو خدته النهارده هيبقى ضغط جامد على الناس اللي بتذاكر مش ما حدش يقع مننا. دي كده 0.5 فولت. ودي ريزيستنس الفي ب 1.5 فولت قال لي البوتنشال حوالين الديود. ديود يعني بين جنكشن 0.5 فولت. وقال لي الباور اللي خارجه من باتري 100 ملي وات. البطاريه الباور اللي خارجه من البطاريه 100 ملي وات. يقول لي يبقى الار دي بكام؟ احسب لنا الار دي بكام. في الاول خالص الباور في في اي الباور 100 ملي وات ما يشتغلش بالملي يبقى تايم تيبل ب 3. الفي بتاعت الباتري 1.5 والاي حسبنا الاي جبنا الاي خلاص خلاص كده جبنا الاي. الفي 1.5 ده الفي توتال يعني الفي من هنا لهنا بلس الفي من هنا لهنا. الفي ب 1.5 ده الفي توتال. الفي من هنا لهنا بلس الفي من هنا لهنا يبقى ال 1.5 ده عباره عن البوينت 5 بلس الفي اكروس الار. الفي اكروس الار الفي اكروس الار هيطلع 1 فولت. الفي حوالين الار ب 1 فولت. الفي حوالين الار ضعيف في الار. الفي حوالين الار ب 1 فولت والاي حسبناه 0.066 في الار يبقى جبنا له الار. خلصت المساله. نبص لها كده مع بعض. تمام. مسألة يقول لي هنا احسب الكرنت بتاع كل برانش. احسب الكرنت بتاع كل برانش مرتين. مرة بيبقى بي ان جانكشن في حالة الفورورد ومرة بيبقى في حالة الباكورد. مرة فورورد ومرة باكورد. أبص على الرسمة دي كده هو هنا فورورد ولا باكورد. أبص كده ده البوزيتيف طيب متوسط بالنيجاتيف. البوزيتيف طيب متوصل بالنيجاتيف يبقى ده باكورد. ده كده باكورد. باكورد يبقى مش هيعدي كرنت. يبقى كل الحته دي تتلغي. مفيش كرنت هيمشي هنا كانه اوبن سيركت انفاينايت. ويبقى السيركت اهي الاربعه اوم اللي فوق اهي والاربعه اوم اللي مع الباتري اهي وهي دي السيركت بتاعتنا. اقدر هنا اجيب له اي 1 واي 2. ما هو الاي 1 هو الاي 2. ما هو هنا الاي 1 هو الاي 2. الاي 1 هو الاي 2. الار توتال هنا 4 و4 سيريز يبقى 8. ويبقى الاي 1 اللي هو الاي 2 هيبقى في بي على ار بلس ار. الفي بي ب 13 والار توتال ب 8 والار سمول ب 2. يبقى جبنا الاي 1 والاي 2 خلاص يطلع 1 و2 امبير. هنبص على السطرين دول بس. السطرين دول بس. ده كده باكورد يبقى ما فيش كرنت ماشي فيه. يبقى نشيله بالبرانش بتاعه. نشيله بعيلته. بنموت في الشارع. طيب لما نعتبه لما نعكس الباتري بقى هنعكس الباتري. هعكس الباتري. لما اعكس الباتري هيبقى كده الكونكشن فورورد. هيبقى البي مع البوزيتيف. هيبقى البي مع البوزيتيف اهو بقى الكونكشن فورورد. ما ادانيش الريزستنس بتاعته في ده هيبقى ريزستنس زيرو. لما ما ادانيش يبقى ريزستنس زيرو. يبقى خلاص البرانش ده اللي بتاعته 0 بلس 4 يبقى 4. 0 بلس 4 يبقى 4 ونبدا نشتغلها شابتر 1 خلاص كان ده خلاص 6 كده واسطه وهنشتغلها بشابتر 1. في الاول عشان اجيب الاي 1 لازم اجيب الار توتال. الار توتال ال 4 وال 4 باراليل يبقى التوتال بتاعهم 2. ال 2 سيريز مع ال 4 يبقى 6 اوم من شابتر 1. 6 اوم ال 4 وال 4 دول باراليل يبقى التوتال بتاعهم برودكت على السم بتاع 2. ال 2 سيريز مع ال 4 يبقى 6. ويبقى جبنا الاي 1 خلاص اللي هو الاي توتال يعني في بي على ار بلس ار يطلع 1.5 امبير. يبقى خلاص الاي 1 اللي هو نقصد بيه هنا الاي توتال 1.5 امبير. لو عندي اي قسم هنا بالتساوي عشان دي 4 امبير في 4 اوم ودي 4 اوم يبقى ال 1.5 هيتقسم بالعدل 0.75 و 0.75 هيتقسم بالعدل 0.75 و 0.75. نبص لها في الحاله الثانيه.
ديود يعني بين الجنكشن يعني الريكتيفاير. هنا اداني رسمه كده وقال لي في الرسمه ديك معانا باتري، وصل الباتري بحيث اللمبه تنور، وصل الباتري بحيث اللمبه تنور مره، وصلها بحيث اللمبه ما تنورش مره ثانيه، ولا عشان اللمبه تنور لازم يخرج كرنت من الباتري ويمشي في الترانزستور كده وينزل لتحت، يعني لازم يبقى الترانزستور اون، لازم يبقى الترانزستور اون عشان اللمبه تنور، لازم يبقى الترانزستور اون عشان اللمبه تنور، لازم يبقى الترانزستور اون اون، يبقى حط في انبوت هنا بوزيتيف هاي وكبير، يبقى حط هنا في انبوت بوزيتيف وكبير، في انبوت بوزيتيف وكبير، مش عايز اللمبه تنور يبقى مش عايز الكرنت يعدي، يبقى الترانزستور سويتش اوف، سويتش اوف يبقى حط في انبوت معكوس، في انبوت بوزيتيف صغير او معكوس، نقول معكوس على طول احسن عشان يبقى الفرق واضح جدا ما بين بي وما بين دي، يبقى لو بي انبوت هنا كان بوزيتيف وهاي الترانزستور هيبقى اون، يبقى اللمبه في الكرنت هيمشي وهتنور، لو الباتري كانت معكوسه، لو الباتري كانت معكوسه كده اهوت يبقى الترانزستور اوف، يبقى مفيش كرنت هيخرج، يبقى اللمبه هتطفي. بس كده كده خلصنا الجزء دوت، كانت بقى لنا كام ورقه كده صغيرين قوي، رسائل عميقه جدا، ويبقى خلص ان شاء الله يوم الثلاث بحس حوالي ساعه بكتير قوي ونخلص فيها المنهج كله. اي حاجه يا مريم عايزاها؟ لا تمام شكرا. بس كده ماشي. انت عايزه اعلق عليها بس في الامتحان بتاع شابتر 7 ان في عندنا اربع حاجات الليزر. المونوكروماتيستي، الكوليميشن، ايه ايه معلش صوت قطع؟ اربع حاجات في الليزر. المونوكروماتيستي، الكوليميشن، الكوليرانس، الانتنسي. اي وقت يقول لي مونوكروماتيستي كلمه واحده. الليزر يحتوي على وان ويف لينز. تمام. اي وقت يقول لي كوليميشن كلمه واحده. سبوت اوف الديامتر في الليزر كونستنت. والسبوت بتاع الديامتر في الاوردينال لايت بيم فاريبل، واسكت خالص. هو ده معنى كلمه كوليميشن. كوهيرنس. قولي عايزه ايه؟ الحته بتاعت الكوليميشن دي تاني. الكوليميشن معناها الديامتر اوف ذا سبوت ثابت، مش الليزر سين؟ ايوه تمام. الديامتر اوف ذا سبوت ثابت في اللونج ديستانس، اما في اللايت عادي بيبقى فاريبل. هو ده اللي تاني. اما يسالني على الكوهيرنس. في الليزر الفوتون بتخرج سيم تايم ات سيم دايركشن. كوهيرنس. الفوتون سيم تايم سيم دايركشن. في الضوء العادي الفوتون بتخرج راندوم. ات اني تايم ديفرنت دايركشن. تمام. اما يسالني على الانتنسي. اقول له الليزر نوت ويك فور لونج ديستانس. ونوت اوبي الانفيرس سكوير لو اوف لايت. اما يسالني على الضوء العادي اقول له الضوء العادي اوبي الانفيرس سكوير لو اوف لايت ويك ويكن فور لونج ديستانس. كلام محدد. كلام محدد. مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة مهمة. هو بقى عارف ان في الاربعة دول الراجل لا يقبل ان تدخلي حاجة في حاجة. ايوه تمام. حاجة في حاجة؟ ايه؟ الراجل ما يقبلش ان تدخلي حاجة في حاجة. ايوه تمام. حاجة لوحدها، ما دخلش المونوكروماتيستي الوان ويف لينز في 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 الكوليميشن، ما ينفعش. تمام. كل حاجة وليها معنى. ده شعر اصفر يبقى شعر اصفر. ده عينه خضراء يبقى عينه خضراء. ما روحش ما اقولش على العين انها اصفر ولا وشعره اخضر، ما اعكسهمش. كل حاجه سهمها فيها. تمام. قلت كده؟ بس انا ما لحقتش اكتبها. اكتب اللي انت عايزها. طب انا لازم اقفل التسجيل بس. طب ماشي. الرايحه بتاعهم ضد كورونا دلوقتي. ربنا يستر ما نموتش.